بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، ولكن كالعادة حلقة هيكون فيها تفاصيل، كواليس، أخبار، موضوعات مهمة جدا بالتأكيد هنتناولها النهاردة في الحديث من خلال برنامج الترند. وبالتأكيد هنستعرض كل التفاصيل المطروحة حاليا على السوشيال ميديا وفي جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تغييرات وتعديلات تمت من تعيين جهاز فني وطني بقيادة حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني، وتعيين أيضا شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني. حلقة فيها كواليس كتيرة، وبالتأكيد امبارح كنا ناقشنا واتكلمنا في عدة ملفات لها علاقة بملف المنتخب الوطني، ويمكن الحمد لله كان توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى إن على مدار الحلقة كل القضايا وكل الملفات اللي احنا طرحناها كانت مثار الحديث في كل السوشيال ميديا وفي كل البرامج في مساء الأمس، خاصة إن بعد نهاية الحلقة بساعة على طول كان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي، وده كان المتوقع، عن تعيين جهاز فني بقيادة حسام حسن. من الجهاز المعاون، من الأسماء المطروحة في تشكيل الجهاز المعاون حتى الآن لم تعلن بشكل رسمي، وده بالتأكيد هيطرح كثير من التساؤلات والقضايا خلال الفترة اللي جاية، لأن بالتأكيد لو عايز تحكم على بداية عمل جهاز فني تبدأ تشوف أفكاره في اختيارات المعاونين. هل هيكون في تخصص؟ هل هيكون في أفكار جديدة؟ هل هيكون في خبرات مهمة في الجهاز الفني؟ نتمنى يا رب بإذن الله كل التوفيق للجهاز الفني، خاصة بعد ما تم الإعلان بشكل رسمي، أصبح خلاص القرار رسمي وأمر واقع في الفترة اللي جاية، وكلنا بالتأكيد في ظهر بلدنا ومنتخبنا في الفترة اللي جاية. ولكن طبعا دايما لازم نقوم بدورنا الإعلامي، لو شايفين خطأ، لو شايفين عدم تقدير في ملف معين لازم نطرح ده، لأن بالتأكيد هنا في برنامج الترند لما بنتكلم في أي قضية الأيام بتثبت اللي احنا الحمد لله كل ملف بنتكلم فيه بتبقى نتيجته واضحة جدا فيما بعد، إن كلامنا كان للصالح العام، والأسباب كتيرة والملفات كتيرة والموضوعات كتيرة، ولكن الحمد لله جمهورنا عارف دايما من خلال متابعته لبرنامج الترند وقناة الأهلي ان احنا هنا هدفنا دايما الصالح العام. حلقة فيها كواليس كتيرة، وهنتكلم كمان عن تدريبات الأهلي النهاردة، أول تدريب جماعي للاعبين الدوليين، هناك مباراة ودية، خلاص العد التنازلي لمباراة شباب بلوزداد. حلقة فيها كواليس والتفاصيل كتيرة، ولكن بسرعة أروح لبداية الحلقة وسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة اللي عايز كل الناس تدخل وتشارك معانا من خلال منصات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا، رأيكم إيه في قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب؟ وهل تتوقع نجاح الجهاز الفني مع منتخب مصر؟ هنتظر بالتأكيد ده كل تعليقاتكم عشان نستعرضها في الجزء الأخير من برنامج الترند، لأن بالتأكيد نبض الشارع مهم جدا في معرفة الآراء والتوقعات خلال الفترة اللي جاية. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، ودية أخيرة للأهلي السبت قبل مواجهة شباب بلوزداد. وفي الترند المحلي، حسام حسن يخطط لزيارة المحترفين في أنديتهم. وأخيرا بيرسيتاو أمام فرصة ذهبية للوصول لنهائي أمم إفريقيا. عندي كلام كتير بالتأكيد النهاردة في كواليس الكواليس المتعلقة بالتصريحات اللي حاليا متواجدة في كل مواقع الرياضية وكل منصات السوشيال ميديا. لقاء أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب أو المدرب السابق لمنتخبنا الوطني، كمان هستعرض الحديث واستعرض تفاصيل التصريحات اللي بالتأكيد يعني عاملة ردود فعل سلبية جدا من خلال استعراض البرامج والمواقع لهذه التصريحات. طيب استعراض مباريات اليوم، النهاردة في جولة من المباريات سواء في كأس الأمم الإفريقية الآسيوية وكأس ملك إسبانيا. الكأس الأمم الإفريقية الدور نصف النهائي النهاردة، نيجيريا جنوب إفريقيا الساعة 7 بقيادة تحكيمية لطاقم مصري بقيادة الكابتن أمين عمر. الساعة 10 من مساء اليوم البلد المضيف الكوت ديفوار في مواجهة قوية جدا مع الكونغو الديمقراطية، مفاجأة هذه البطولة. كأس أمم آسيا الساعة 5 في هذه اللحظات أنا بتكلم معاكم، يمكن بدأت من 4 دقائق، مباراة إيران وقطر. كل التوفيق يا رب للمنتخب القطري، نتمنى يكون نهائي قوي ما بين قطر البلد المضيف مع كمان منتخب الأردن اللي قدر يوصل لأول مرة لنهائي كأس أمم آسيا. كأس ملك إسبانيا الساعة 10:30 من مساء اليوم، أتلتيكو مدريد مع أتلتيكو بيلباو. دي أبرز مباريات اليوم واستعراض جدول مباريات اليوم سواء الأمم الإفريقية الآسيوية وكأس ملك إسبانيا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.
تم الإعلان بشكل رسمي مساء أمس عن تعيين جهاز فني وطني بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني، ومعه شقيقه الكابتن إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وبالتالي هناك منصب مدير المنتخب عاد من جديد بعد إلغائه في عهد الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. كل كلمة امبارح قلناها في ملف اختيار المدير الفني لمنتخب مصر الحمد لله يمكن الكل امبارح بالليل كان بيأكد نفس المعاني اللي كنا بنتكلم عليها على التخطيط وعلى القرار وعلى الأفكار الفنية اللي ممكن مجلس إدارة اتحاد الكرة يشتغل عليها، ولكن يبدو كده إن الفترة اللي جاية هتبقى القصة خلاص بتعيين جهاز فني وطني. نتمنى له التوفيق خلاص بإذن الله، كل الدعم ليهم بالتأكيد. خلاص أصبح القرار قرار رسمي والتعيين رسمي والإعلان رسمي، وبالتالي فكرة بقى طرح اسم المدرب الأجنبي، فكرة طرح كل التفاصيل اللي كنا بنتكلم فيها امبارح، خلاص هي كانت نقاط بنحاول يعني نقولها للساده المسؤولين، ولكن احنا دورنا دايما نفضل نتكلم على النقاط اللي احنا شايفينها الايجابي والسلبي، والقرار في النهايه هندعمه ونشوف نتائج هذا القرار في الفتره المقبله. ولكن مع كل قرار بيتم اتخاذه في ملف اداره الكره المصريه دايما بيبقى لينا وجهه نظر فيه مبنيه على معلومات. كنا دايما بنتكلم على الجهاز الفني السابق بقياده روي فيتوريا ان عنده مشاكل كتير، مشاكل داخل الجهاز الفني، مشاكل فنية، مشاكل في الإعداد، مشاكل في الإداريات، كانت تفاصيل كثيرة جدا، إلى أن خرج الكابتن أيمن عبد العزيز مدرب منتخب مصر السابق وخلاص أصبح مدرب السابق بعد توجيه الشكر وإقالة الجهاز الفني بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وكانت تصريحاته كلها تؤكد على كل كلمة كنا بنقولها. الخبرات إيه؟ المعايير إيه في الاختيارات؟ اختيارات الجهاز الفني او اختيارات المعاونين، محدش عايز يرد عليك، محدش عايز يديك اجابه. طيب وانت بتختار قائمه منتخب مصر في كاس الامم عندك ديفوهات في القائمه، يعني اشتغلتوا عليها ازاي؟ محدش كان بيرد. بس الرد اللي خرج امبارح من ايمن عبد العزيز ان دل على شيء بيدل ان الاعلام والله العظيم هو الوحيد اللي في المنظومه دي شايف حاجات صح، رغم ان الناس اللي بتاخد القرار على ترابيزه اجتماع مجلس اداره الاتحاد ما عندهاش أي رؤية. يعني أنا مش قادر أتخيل يطلع مدرب منتخب مصر، لأنه أصبح في السيرة الذاتية بتاعته مدرب منتخب مصر السابق، يطلع يتكلم على أن فكرة أن الكورة ما فيهاش بلان، يعني الكورة ما فيهاش خطة. عمرك شفت حد بيشتغل في منظومة الكورة على مستوى العالم ما بيشتغلش بخطة؟ ما بيحصلش الكلام ده. هو طلع قال لك لا، هي الكورة ما فيهاش بلان، والناس اللي تطلع تتكلم على طريقة 4-3-3 و3-5-2 الكلام ده كله ملوش أي معنى أساسا، مفيش الكلام ده في الكورة. وقال لك 10% من الكورة هو التكتيك. تخيلوا، يعني بيتكلم على التكتيك بيقول لك التكتيك لا يمثل إلا 10% من الكورة. وقال لك الكورة أصلا ما فيهاش بلان وخطط اللعب أصلا مش موجودة في الكورة. أنا بسمع كلام والله العظيم مش متخيل إن إحنا وصلنا إن اختياراتنا كانت هي دي نتيجتها. عشان كده المنتخب لما خرج كان طبيعي جدا يخرج. كان طبيعي جدا كل انتقاداتنا ضد الاتحاد وضد الجهاز الفني كانت صائبة، ده كان طبيعي. سيب الناس تتكلم عشان تسمع اختياراتهم كانت صح ولا غلط بغض النظر عن النتيجة. ما لو انت نتيجتك فيها عنصر التوفيق وخرجت الناس هتحس بده، ولكن الناس شايفة اصلا ان كل حاجة شغالة غلط. مدرب المنتخب يطلع يقولك ايه؟ التكتيك لا يمثل الا 10% من الكورة. مين قال ان الكورة فيها بلان؟ مين قال ان الكورة عبارة عن خطط لعب؟ ولما الناس سألته على فكرة الدفع بمهند لاشين في اخر 5 دقايق في الاكسترا تايم وازاي نزل وما صدتش ركلة جزاء وخلى ابو جبل هو اللي يتصدى قبليه، قال لك هو قال لنا انا عندي عقدة من ضربات الجزاء وقبل كده ضيعت في البطولة اللي فاتت فمش هقدر اسدد. طب انت دورك ايه جهاز فني؟ قال لك انا مش دكتور نفسي. مش دكتور نفسي؟ انت تعرف يا كابتن ايمن لما تيجي تاخد لايسنس اللي هي الرخصة التدريبية، يعني سواء السي أو البي أو الاي، بس تاخدها في الاتحاد الأوروبي أو تطلع تاخدها من الاتحاد الآسيوي، يعني سيبك من الجو اللي بيتعمل هنا، أنتوا لغاية دلوقتي الرخصة إيه؟ حتى الاتحاد الكرة كان عملها لسه ما استلمتوش الشهادات بتاعتها، يعني أنا ما أعرفش كنت فيها ولا مش فيها وأنت عندك الرخصة إيه، ما عنديش فكرة. ولكن من ضمن التفاصيل الدراسات اللي بتاخدوها في الرخص التدريبية بتدرس جزء له علاقة بالإعلام وجزء له علاقة بالامور الفسيولوجيه او الامور النفسيه اللي بتتعامل فيها مع اللاعبين. اه انت مش دكتور نفسي ومش طبيب نفسي ومش متخصص في علم النفس، بس ده جزء بتدرسه ضمن الحاجات اللي بتدرسها في اللايسنس. ومطلوب كمان ان اي مدير فني لو عايز يشتغل بعلم بيستعين بطبيب نفسي في الفريق الاول،
وده شيء اعتقد يعني مش ما بيحصلش بشكل مفاجئ، احنا بنشوف ده في كل الدوريات الاوروبيه والعالميه، او اي منتخب عايز يشتغل بشكل علمي. ولكن تطلع تقول لك احنا مش دكاتره نفسيين، يعني انت مش عارف اللعيب اللي عندك نازل مؤهل ولا مش مؤهل، هو انت بترمي تغييره وخلاص؟ يعني انا عايز افهم الكابتن حازم امام المشرف على المنتخب، هي دي الاختيارات اللي كانت المفروض بتقود حلم الشعب المصري للتأهل لكأس العالم والمنافسة على كأس الأمم الإفريقية؟ هي دي الأفكار وهي دي الاختيارات؟ هي دي النتيجة؟ ولما يتسأل على فكرة كهربا، هل كهربا كان بديل لمصطفى محمد؟ هل ما كناش شايفين كهربا ليه في وجهة نظر روي فيتوريا؟ قال لك مصطفى رقم واحد في الترتيب، مصطفى راس حربة متميز جدا ورقم واحد، لكن فكرة انك تقول مفيش رقم اتنين وتلاتة، طب انت في حساباتكم كان كهربا كان ايه؟ يقول لك لا مفيش بلان، يعني انت واخد كمان لعيبه ومش محضر نفسك مين الاساسي ومين الاحتياطي، مين اللعيب اللي يلعب في المركز ده ومين اللي ممكن يكون بديل استراتيجي في مركز تاني ومراكز تانية، ده مفيش رؤيه لاي حاجه. كل ده جانب، وجانب تاني بقى نقطه احنا بنحاول قدر الامكان يعني ما نقربش منها والناس تبعد عنها، واحنا بنتكلم على المنتخب محدش يجيب سيره اهلي وزمالك، ده منتخب مصر، وهو مصر يرجع الناس من تاني لنقطه الصفر. تخيلوا، يقول لك اصل اي زملكاوي موجود في جهاز المنتخب في اتحاد الكوره دايما بيبقى في مشاكل، عكس لو في حد اهلاوي. ده منتخب مصر يا كابتن ايمن، الكلام ده ما ينفعش يتقال. انت راجل كنت مدرب في منتخب مصر والمشرف على منتخب مصر، انت عضو في اتحاد الكوره، واي واحد بيعمل داخل اتحاد الكوره او في الجبلايه او في الاجهزه الفنيه، انت هنا بتمثل مصر، لا تمثل نادي ولا تمثل مكان اخر، انت تمثل مصر، بترتدي تي شيرت منتخب مصر. سيب تقول الناس في الشارع او الناس اللي على السوشيال ميديا تقول لك ده اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مقصاوي ولا اسيوطي ولا سوهاجي، الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. يعني المدربين اللي بتشتغل في المنتخبات الوطنيه يبدو ان هم محتاجين تاهيل قبل ما يتم الاختيار، ولكن يبدو ان المسؤول اللي بيختار محتاج هو كمان تاهيل قبل ما يتم الاختيار. عشان كده من دلوقتي بتمنى، ولسه ما تمش الاعلان بشكل رسمي على الجهاز الفني اللي هيقود منتخب مصر، الجهاز المعاون، هو تم اختيار المدير الفني ومدير المنتخب. اتمنى يا كابتن حسام، اتمنى وانت بتختار الجهاز المعاون لمنتخب مصر تدقق جدا في الاختيارات، لان اختياراتك دي هتحاسب عليها بخلاف النتائج. زي ما احنا دلوقتي اهو بنحاسب اللي اختار مدرب المنتخب على تصريحاته اللي قالها امبارح. يا ريت الناس تتعلم من الدرس اللي بيحصل في إدارة المنتخبات وفي اتحاد الكرة، والله العظيم أصبح أمر غير مقبول. لو دي العينات اللي بيتم اختيارها لتمثيل المنتخبات الوطنية ودي أفكارها حول التدريب والإدارة، قول على الكرة المصرية يا رحمن يا رحيم، خلاص احنا رايحين في سكة مش كويسة. وأنا هنا مش هزهق من كتر الكلام، مش هزهق، هفضل حتى لو هفضل لوحدي لاتنين تلاتة أربعة بنتكلم، لازم نفضل نتكلم لمصلحة الكرة المصرية. اللي بيحصل ده غلط، فكرة انك تدخل اهل وزمالك في المنتخب او في اتحاد الكرة ده مش مقبول، واللي يجي يشتغل في الاجهزة الفنية لازم يبقى معاه لايسنس، بس لايسنس بجد، حد معاه رخص بجد، حد فاهم يعني ايه تدريب، حد فاهم تفاصيل كتيرة جدا. دي نقطة كنت عايز اتكلم فيها، لان التصريحات دي قلب السوشيال ميديا بشكل غير طبيعي بداء من صباح اليوم. يعني انا ما تابعتش، ما اعرفش التصريحات دي كانت فين، ولكن النهاردة قريتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. طيب حاجة تانية، الأهلي عنده مباراة مهمة جدا مع شباب بلوزداد في الجزائر، واحنا امبارح استعرضنا موقف شباب بلوزداد في الدوري الجزائري، واكتشفنا ان الدوري الجزائري مستمر اثناء منافسات كأس الأمم، وشباب بلوزداد هيلعب او لعب 7 مباريات قبل ما يلعب مع الأهلي يوم الجمعة اللي بعد الجاية، في ظل ان الدوري المصري متوقف، الأهلي بيحاول طبعا يعني يعوض ده بمباريات وديه، لعب مباراتين في الامارات، لعب مباراه اول امبارح، هيلعب مباراه تاني يوم السبت، عشان كولر بيحاول قدر الامكان يدي للعيبه يعني ايه نفس فكره المباريات قبل ما يخش على ماتش صعب جدا، يعني لازم الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه من الجزائر. عشان كده محتاج اتكلم واخد رايه في هذه التفاصيل الفنيه وكيف يستعد الاهلي لمباراه شباب بلوزداد. معايا على التليفون الكابتن عادل عبد الرحمن، نجم منتخبنا الوطني في جيل كاس العالم اللي تاهل في 90 في ايطاليا، وكابتن النادي الاهلي. كابتن عادل مساء الفل. ازيك يا حماده؟ مساء النور يا حبيبي.
الله يسلمك، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله الحمد لله. عايز اتكلم معاك في كذا ملف، ولكن عايز ابدا معاك الاول بمباراه شباب بلوزداد والاهلي. عايزين كده نسخن بدري بدري وندخل الناس كده في اجواء دوري ابطال افريقيا ومجموعه النادي الاهلي المجموعه الرابعه. اتكلمت على ماتش بلوزداد، ماتش صعب. الاهلي 5 نقاط، بلوزداد 4 نقاط، مباراه مؤجله. بلوزداد بيلعب في الدوري ولعب حوالي 7 مباريات من منتصف يناير لغايه ماتش الجمعه اللي بعد اللي جايه. فشايف كده المباراه هتبقى ازاي، وتوقف الدوري وعوده الدوليين النهارده لاول مره مع النادي الاهلي؟ اولا لازم نعرف ان الماتش صعب جدا لترتيبه المباريات اللي خدها المنتخبات القوميه، ومنهم مجموعه لاعبي النادي الاهلي اللي هم خارج مع المنتخب بلازم. يعني عندك بيرستاو لسه موجود، عندك ديانج كان موجود، عندك اكتر من لعيب غير لعيبه المنتخب القومي المصري. اوكي تمام. فانت عندك مشكله كبيره انك انت كنت بعيد عن فرقتك فتره طويله، ده واحد. المشكله الثانيه ان فرقه بلوزداد ما فيهاش لعيبه من المنتخب الجزائري، مظبوط. يمكن هم وحتى اللعيبه المحترفين اللي عندهم مش بيلعبوا في منتخبات، يعني هم عندهم استقرار وبيلعبوا كتير ولعبوا ماتشات في الدوري، فهم عندهم جاهزيه. ولكن انت كنادي اهلي واخد على المواضيع دي مستر كولر، يجب ان هو هيشتغل عليها، ان هو يدمج اللعيبه اللي هي كانت مع المنتخبات، ازاي ينزل الحمل عليهم شويه، ازاي ان هو يدخلهم بجاهزيه مع اللعيبه اللي هو اصلا مفيش مباريات، فعمل لهم مباريات دي عشان يطلعهم للناحيه البدنيه شويه. عشان كده بقول لك في صعوبه في دخول المباراه القادمه، يعني المباراه القادمه صعبه جدا على النادي، ولكن احنا بنامل دائما ان قدرنا هو قدرنا ان الاهلي بيبقى عنده المشاكل دي كتير قوي علشان اللعيبه هم لعيبه منتخبات كلها. ولكن نعمل في حاجه واحده، ان احنا ما نستعجلش النتيجه، ده رقم واحد. ان احنا نرجع بسرعه للتكافؤ على المباريات، ودي مستر كرر اكيد عملها بالمباريات الوديه بتاعه الامارات. ولكن الدمج بقى لما يرجع ويشوف هيبقى عندك بس ناقص بيرستاو، المفترض ان هو هيجي لك بعد، يعني اتمنى انه يوصلوا للنهاية وكل حاجه، لكن هيجي لك قبل المباراه مباشره اصلا، مظبوط. فممكن كمان هيجي ما تعلمش، يجي عامل ايه، يجي مصاب لا قدر الله، يجي تعبان، يجي مجهد، اكيد في حاجات كتير قوي. ولكن بنامل ان احنا نعدي الموقف ده، لانه موقف صعب جدا فنيا على اي مدرب وعلى اي تيم. طيب جانب تاني يا كابتن عادل، ان بعد مباراه بلوزداد في الجزائر بعدها باسبوع الاهلي عنده مباراه في غانا في مدينه كوماسي مع ميدياما الغاني، يعني مباراتين متتاليتين خارج القاهره في جولات حاسمه في دوري ابطال افريقيا. يعني اعتقد وترتيب المجموعه يخليك تركز جدا في ال 180 دقيقه، 90 دقيقه في الجزائر و90 دقيقه في غانا. شوف انا اتمنى ان انا ارجع، يعني انا عمري ما بحب النادي الاهلي انه يتعادل ولا اي حاجه، لكن خلينا نتكلم بمنطقيه، اتمنى ان انا ارجع على الاقل باربعه بونت من المباراتين. ان لو رجعت باربعه بونت يبقى عديت خطوه كبيره قوي. صحيح. يعني فيها تعادل، ولو لا قدر الله ما جبتش الاربعه بونت تجيب بونتين، يعني ما تخسرش، لقيتك تعطل ونتكلم ما بعد المباراه القادمه ان شاء الله. احنا عندنا مشكله بقالنا 3 سنين في دوري ابطال افريقيا، رغم ان انت بتوصل للنهائيات وبتاخد البطوله. عندك مشكلة كبيرة جدا كنادي اهلي، انت دائما بتلعب مضغوط، دائما في الدور الاولاني، وفي الوقت ده من السنة اذا كان عندك كاس عالم اندية بيبقى عندك بطولة، تخرج من كاس عالم اندية تروح على عندك بطولة افريقيا، وعندك انت نادي مليان من اللعيبة اذا كان منتخب مصري او اذا كان لعيبة اخرى بتلعب في المنتخبات، فعندك الحتة دي فيها صعوبة شوية. فعلشان كده احنا بيبقى عندنا صعوبة في الصعود، عارف انت لو في ارتياحية وراحة والحاجات دي النادي الاهلي يصعد، صحيح، يصعد بدري جدا في دوري المجموعات بسهولة جدا ويبقى مريح نفسه. لكن هي الضغط العصبي على النادي الاهلي واللي بيحصل مع النادي الاهلي في الفترة دي هو اللي بيخلينا ان احنا بنبدا البداية دي. ولكن زي ما انت قلت يا محمد، ودي حاجة مهمة جدا، تركيز تام في المباراتين، مباراتين حاسمتين لينا. أكيد. يعني اللعيبة لازم تعرف إن هي لازم تموت نفسها في المباراتين دول، وتبقى عارفة هي عايزة إيه من الماتشين. أنا بقول لك أنا أتمنى طبعًا آخد الستة بونت، لكن لو ما خدتش الستة بونت آخد أربعة بونت.
دي مهمه جدا. لو ما كسبتش يعني ما تخسرش. ايوه، ما هو الوقت ده لو ما كسبتش ما تخسرش. ليه؟ عشان ما تعليش الفرق الاخرى. بالظبط بالظبط كده. نتمنى يا رب التوفيق. في الاخر ولكن في الاخر يا محمد هي كره قدم. انت اسمك كبير، بس في نقطه انا عارف مستر كولر هيشتغل عليها الايام الجايه، وانا بتمنى ان هو يشتغل عليها ما يشتغلش على السهل. اللي هو خليك واقعي في المباريات، بمعنى مش عايز ان انا انزل ضغط 100%، فاهم؟ خلي المباراه تشتغل لحد ما ارجع ارجع للتكيف بتاع لعيبتي، ارجع لعدم الاجهاد بتاع اللعيبه بتوعي، فاهمني؟ تمام. فانا اتمنى انه يبدا متزن، يعني في توازن دفاعي مع الحته الهجوميه. لو عملنا التوازن ده صدقني ما حدش يقدر يقف قصادنا ان شاء الله. اكيد باذن الله. طيب عايز اخد برضو رايك، ويعني ما ينفعش يكون معايا الكابتن عادل، وعايز اعرف رايك في ترتيب الاوراق في المنظومه بشكل عام من خلال التعيينات اللي بتتم في المنتخبات الوطنيه، في اتحاد الكوره، فكره مدرب اجنبي ثم مدرب وطني، يعني بشكل عام كده شايف التفكير والقرار يا كابتن عادل، هل ممكن ياخد المنتخب لسكه ايجابيه، ولا احنا بنكمل نفس الخطا اللي كنا مستمرين فيه الفتره اللي فاتت؟ بص انا في رايي انك انت عندك مرحله انتقاليه الفتره دي بتاعت كاس العالم. مرحله انتقاليه. لا بتاع كاس العالم. كاس العالم الحمد لله ربنا اكرمنا بمجموعه سهله للغايه. اكيد. غير حاجه تانية، انت واخد مباراتين من كاس من الـ من الـ من الـ المباراتين الاولى بتوعك، عملت مكسب في الاثنين، يعني عندك لغايه كاس العالم عندك حاجه كويسه. ما بعد بقى كاس العالم انت عايز ايه في كاس العالم؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تعدل منظومتك ازاي؟ احنا المفترض ان احنا عشان نهتم يكون عندنا منتخب قوي يبقى عندك حاجتين مهمين. لا دوري قوي يفرز لك منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرز لك لعيبه محترفين كويسين، زائد جهاز فني بيعرف يشتغل مع المنتخبات زي فيتوريا. انا فيتوريا طول الوقت انا كنت بقول عليه مدرب نادي وليس مدرب منتخب. وانت اكتر واحد تعرف فيتوريا لما كنت موجود معاه في الدوري السعودي. ايوه انا قلت، انا اول ما جه قلت ده مدرب نادي وليس منتخب، لان مدرب المنتخب حاجه والنادي حاجه ثانيه. الوقت الحالي الاختيار اللي حصل، انا من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري انا ما بعد الاختيار، هو فكره اتعملت فكره، هل الفكره دي هتنجح؟ عشان تنجح الفكره دي لازم يبقى في استمراريه ليها تحت. اتمنى انه يهتموا بالمنتخبات الناشئين كلها والشباب، لانك بقالك فتره فعلا افريقيا وعالميا في القطاعات اللي تحت في تراجع، ما بتعملش حاجه وفي تراجع كبير جدا. عشان كده انت لازم يعني انت لو عملت مدربين من تحت كويسين، وفي مدربين كويسين جدا بس للاسف ما بيتاخدوش، ده بيتاخد اللي عندهم علاقات واللي متواجدين بعلاقات. انا بكلمك بمنتهى الامانه. مظبوط، وفي تداخلات، ده حقيقي واضح واضح للجميع. انت لما بتعمل زي ما بتعمل لعيبه انت كمان بتعمل كوادر تدريبيه. انت عندك مشكله، قعدنا ندور على مدرب وطني في الوقت الحالي لانك مش عامل مدربين وطنيين، لان المنظومه في المدربين في مصر كله بيروح على اهوائه. يعني انت بتشوف عدم المنطقيه في الانديه، بمعنى تلاقي نادي مثلا المدرب ده نزل النادي ده 4 مرات 5 مرات وتلاقيه بيشتغل، وتلاقيه بكره بيشتغل. عشان كده لما جيت تدور على مدربين كويسين اكفاء ما لقيتش، ما لقيتش ومش هتلاقي، لانك انت مش عامل صف تام المدربين. كابتن عادل بص على، انا هديك مثال وده مثال مهم جدا. بص على المغرب نجحت ازاي في خلق كوادر تدريبيه في 3 4 سنين اللي فاتوا. حسين عموتة اللي خد مع الوداد دوري ابطال افريقيا، حاليا بيقود الاردن لنهائي كاس اسيا. وليد الركراكي اللي حقق مع الوداد دوري ابطال افريقيا ومع الفتح الرباطي الدوري المغربي، حاليا بيقود المغرب. واكتر مدربين في منطقه شمال افريقيا وفي القاره الافريقيه عندهم اللايسنس البرو المحترفين هم المدربين المغاربه، لان الاتحاد المغربي عمل لهم اكتر من كورس واكتر من دراسات في الفتره الاخيره. فهي منظومه مكتمله وصلت للنجاح ده. لما يبقى عندك اختيار لمدرب عندك كذا اسم. هي فيها منظومه، المنظومه كانت جميله قوي في حاجه واحده، حاجه مهمه جدا، انه حطوا المغرب قبل مصالحهم. صح،
حط المغرب قبل مصالحه. صح. يعني انا عايز اسالك سؤال، كان عموتة ووالد الاكراد ده لو اشتغل من غير ادوات عنده مش هينجح، لكن ادواته كلها موجوده وفيها نجاح ومنظومه فيها نجاح وفيها استمراريه وفيها حاجات كتير، فاحنا لازم نبقى واقعيين. انت عاوز تعدل، عدل المنظومه كامله. انت عارف لما كانوا بيقعدوا يقولوا لي صلاح واحنا صلاح لازم يلعب وبعدين صلاح اتعور احنا بعدنا عشان صلاح، قلت لهم الموضوع مش موضوع مش عايزين صلاح، وانا بقول الكلمه دي دايما، انتوا عايزين الاصلاح وليس صلاح. وليس صلاح. حلوه. اصلحوا المنظومه قبل ما تتكلموا على صلاح. من السوبر مان مش، ما فيش واحد، دي لعبه جماعيه فيها 11 لعيب وفيها سبعه فيها 20 قاعدين بره وفيها مجالس ادارات وفيها مباريات، يعني مش فرد هو سوبر مان اللي هياخد الفرقه وهيكسب. صحيح. احنا مش بنلعب تنس. يعني انا لو هو لوحده ماشي صلاح بقى يتصرف لوحده، لكن انا بكلمك ازاي احنا كدوله كبيره، ده احنا لعبنا منتخب اللي هو الراس الاخضر تعدادهم ما يجيش قد المانيا. مظبوط. والمحترفين بيلعبوا في الدرجه الثانيه والثالثه في اسبانيا وفي فرنسا، بيلعبوا في الدرجه الثانيه، بس الناس دي بتحب بلدها. يعني انا هسالك سؤال، يعني انا دلوقتي جابوا حسام حسن وايهما مع حسام حسن هنيجي؟ انا سند حسام حسن خلاص الكراسه، مش حسام حسن مدرب منتخب مصر؟ صح. مش صح. هو اللي مسك؟ صح. انا سنده، اساند حسام حسن ايجابيه ازاي؟ ان لازم يبقى في منظومه وعدد جيد، واحنا هنعمل ايه والدوري هيشتغل ازاي وهيبقى دوري قوي هنعمله ازاي، ولما يرجع الدوري لازم يبقى فيه بعض من الجمهور علشان اللعيبه لما تيجي تلعب المباريات الدوليه بتاعتها بيبقى عندها مشكله في حته ال ما بيلعبوش تحت ضغط الجمهور، ما فيش الا لعيبه الاهلي ومثلا لعيبه الزمالك لما بيلعبوا في بطوله افريقيا حاجه بسيطه، واللعيبه المحترفين الخارجيين. بعدين لازم نبحبح شويه نفتح الاحتراف، اتمنى تمام ان لازم نحتف، يعني ما نوقفش حته الاحتراف شويه، نخرج اللعيبه بره يشتغلوا بره. كابتن عادل انا بشكرك بجد على هذه المداخله وكل التوفيق ليك دايما يا رب. حبيبي محمد شكرا. شكرا جزيلا. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي اللي بالتاكيد اتكلمنا معاه في ملفات مهمه جدا في الساعات الاخيره. فاصل ثم نواصل، لسه عندنا ملفات تانية وقضايا تانية هنتكلم فيها في برنامج الترند. طيب عندي كمان ملف مهم جدا متعلق بطاقم حكام مباراه نيجيريا وجنوب افريقيا اللي هتقام النهارده الساعه 7، يعني بعد اقل من ساعه ونص، مباراه مهمه جدا في نصف نهائي كاس الامم الافريقيه. طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم مصري، اداره المباراه للكابتن امين عمر ومعاه اثنين مساعدين، محمود ابو الرجال مساعد اول، احمد حسام طه مساعد ثاني، على الفار حكم جزائري لحلو بن براهيم، ولكن كل التوفيق يا رب للطاقم المصري. عندي خبر مهم جدا وخبر هيسعد بالتاكيد كل اسره التحكيم، الكابتن امين عمر والكابتن محمد معروف تم توجيه لهم استدعاء لحضور معسكر، اول معسكر للحكام الافارقه اللي هيستعدوا للمشاركه في كاس العالم 2026 بالولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. عندنا حكمين تم اختيارهم بشكل رسمي من الاتحاد الدولي للمشاركه في اول معسكر اعداد لكاس العالم 2026، وده خبر اعتقد مهم جدا لكل اسره التحكيم، ان الاول مره هيكون عندنا حكمين في اول معسكر لكاس العالم، الكابتن امين عمر والكابتن محمد معروف. المعسكر هيقام يوم 26 فبراير في المملكه العربيه السعوديه. هذا المعسكر فيه 13 حكم على مستوى قاره افريقيا، من مصر في حكمين، كل الدول الافريقيه يمكن الموجودين في قائمه البروفيشنال الحكام موجودين في القائمه، ولكن من مصر ابرز اثنين في التحكيم الافريقي امين عمر ومحمد معروف. ده اول معسكر فيه حكام الساحه فقط، حكام الساحة فقط. خبر تاني مهم جدا، يمكن في الساعات الأخيرة تم استبعاد الحكم الدولي الجزائري المصنف رقم واحد في القارة الإفريقية الكابتن مصطفى غربال من إدارة المباريات المتبقية لكأس الأمم الإفريقية بعد الأخطاء الفنية التي شهدتها مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية. أخطاء فنية شهدتها هذه المباراة، وبالتالي تم استبعاد مصطفى غربال وتم استبعاد حكم الفيديو الغاني دانييل لاريا، وده قرار متكرر أو قرار مماثل لنفس القرار اللي اتخذ الأسبوع الماضي باستبعاد طاقم تحكيم مباراة الكوت ديفوار والسنغال
باستبعاد الحكم الجابوني بيير أتشو واستبعاد الحكم المصري محمود البنا اللي كان موجود على تقنية الفيديو. هاتين المباراتين كان هناك فيهم أخطاء فنية، الكوت ديفوار والسنغال والكونغو الديمقراطية وغينيا، وعلى هذا الأساس تم استبعاد الحكم الجابوني بيير أتشو والحكم الجزائري مصطفى غربال، وعلى الفار استبعاد محمود البنا واستبعاد كذلك دانيال لاري. دي آخر الأخبار المتعلقة بالطواقم التحكيمية في كأس الأمم، والخبر السعيد للحكام المصريين محمد معروف وأمين عمر في معسكر كأس العالم في السعودية نهاية هذا الشهر. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا عن تدريبات الأهلي وانضمام الدوليين النهاردة في المران الجماعي. النهاردة انتظم اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية في أول مران جماعي للاعبين الدوليين تحت قيادة مارسيل كولر. الجميل في هذا التدريب واللي هيكون معاكم دلوقتي على الشاشة في لقطات حصرية على شاشة قناة الأهلي، تواجد اللاعب المالي نجم خط وسط منتخب مالي والنادي الأهلي أليو ديانج. أليو ديانج وصل النهاردة وكان حريص، قدامكم على الشاشة، أليو ديانج وصل النهاردة وكان حريص أنه يتمرن مع الفريق النهاردة. يعني المفروض أليو ديانج كان أول مرة ليه للفريق أو مع الفريق بكرة الخميس، ولكن يعني اترحاب كبير جدا من الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق لأليو ديانج بعد عودته من مشاركة جيدة لمنتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية. يعني رضا سليم كمان الحمد لله بيشارك في التدريبات الجماعية، ياسر إبراهيم، محمد هاني، الحمد لله يمكن كل اللاعبين الدوليين بخلاف محمد الشناوي النهاردة كانوا موجودين في التدريبات الجماعية. علي معلول عشان بقاله كذا يوم بيتمرن مع الفريق الفترة اللي فاتت النهاردة خد راحة زي كل زمايله. امام عاشور هو كمان قدامكم هو على الشاشة متواجد في تدريبات النادي الأهلي، سعيد مبسوط انه بيلعب في النادي الأهلي، مركز جدا مع النادي الأهلي. في كده ناس على السوشيال ميديا بتحاول تطلع يعني اخبار مفبركه وشائعات وحاجات كده، يعني ايه كوميديه بصراحه. يعني امام مركز مع الاهلي، تدريباته مع النادي الاهلي مش مخليه اصلا يركز في اي حاجه تانية لان هو عارف ان عنده تحدي كبير الفتره الجايه. محمود كهربا هو كمان موجود في التدريبات وكان عنده كده يعني جلسه سريعه مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي. قدامنا كمان اهو عمر كمال عبد الواحد في التدريبات، محمد عبد المنعم الوحيد اللي في صفوف الاهلي الدوليين اللي شارك في كل المباريات الأربعة اللي لعبها منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. طيب ده قدامك هو جانب من المران. المران على فكرة يمكن النهاردة كان كله مران بدني، ما كانش فيه شغل تكتيك أو شغل فني، الغالبية كلها النهاردة كان في الجزء البدني للمران بالإضافة إلى تدريب حراس المرمى. النهاردة على فكرة كان فيه راحة لمصطفى شوبير، مصطفى شوبير ما كانش متواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق اللي خد راحة سلبية زي العناصر الاخرى، وكان النهارده في ثلاث حراس بس شغالين مع ميشيل يانكون، مصطفى مخلوف، محمود الزنفلي حارس المرمى اللي انضم حديثا لفريق النادي الاهلي، وكمان حمزه علاء، هم اللي كانوا موجودين النهارده في التدريبات مع ميشيل يانكون. بكره هيكون اول مران لكل اللاعبين بلا استثناء. كلنا عارفين طبعا دلوقتي في اصابه لوسام بوعالي المهاجم الفلسطيني، يعني فرص لحاقه بمباراه شباب بلوزداد صعبة، ويمكن الجهاز الطبي بيحاول يشتغل معاه الأيام اللي جاية والبرنامج التأهيلي والعلاجي لعل وعسى لو مش جاهز لماتش بلوزداد يكون في أتم الجاهزية لمباراة ميديام الغاني اللي هتكون بعد لقاء ببلوزداد بأسبوع. يعني هتسافر الجزائر زي النهاردة، هتبقى في الجزائر ترجع المفروض عندك بعدها بأيام قليلة جدا ما نفس الماتش، يعني الجولة الخامسة مع ميديام في كوماسي. فيعني نتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهلي. زي ما انتم شايفين طبعا التدريبات البدنية ونزول أليو ديانج في المران الجماعي، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في الفتره الحاليه. ماتشات صعبه جدا مقبل عليها النادي الاهلي، للاسف كنا نتمنى بعد خروج المنتخب ان الدوري يرجع، ولكن للاسف الناس اللي بتدير الكوره في مصر واللي بيعملوا جدول المسابقات قال لك نخلص كاس الرابطه الاول، وكان الانديه اللي عندها ماتشات افريقيه دي تقعد كده بتتفرج لغايه لما تخش على ماتشات افريقيا، وربنا يكون في عونهم لما يخش على ماتشات افريقيا بدون اي اعداد، نتيجه ان كاس الرابطه اللي بتتلعب حاليا كل الفرق اللي فيها او وصلت حتى للمباراه النهائيه، يعني سيراميكا وطلائع الجيش فرق ما بتلعبش في البطولات الافريقيه، ولكن ده التخطيط اللي بتعمله الناس اللي بتدير الكره في خمسه شارع الجبليه. طيب ده الكلام المتعلق باستعدادات الاهلي لمباراه شباب بلوزداد وانضمام الدوليين النهارده. لا يتبقى سوى بيرسي تاو اللي متواجد في كاس الامم لغايه اليوم الاخير، يعني سبت او حد حسب نتيجه مباراه النهارده، كسب يلعب فاينل حد، خسر لا قدر الله هيلعب على المركز الثالث يوم السبت اللي جاي. طب تعالوا بقى نشوف اللي اتكتب
في الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا على النادي الأهلي. نبدأ مع بعض البداية من ترند الأهلي. وترند الأهلي النهاردة الحساب الرسمي للنادي الأهلي اتكلم على وصول أليو ديانج، وقالوا ديانج ينضم لتدريبات الأبطال، وأكتر من صورة لأليو ديانج في تدريبات النادي الأهلي. طب تعالوا بقى كمان نروح إيه ده؟ طيب ماشي، نروح الحساب يلا كورة ومصدر بالأهلي ليلا كورة. أحمد عبد القادر تلقى في الساعات القليلة الماضية عرضا من نادي سيفاس سبور التركي على سبيل الإعارة. الأهلي لا يمانع في انتقال اللاعب على سبيل الإعارة في الوقت ذاته، يتحفظ على قيمة العرض المالي، الأمر الذي يبقي المفاوضات جارية بين الطرفين. عايز أقول لكم إن في كلام بالفعل على وجود عرض لأحمد عبد القادر من الدوري التركي، ولكن في نقطة مهمة جدا. النهاردة 7 فبراير، عشان بس الناس اللي هتبدأ تكتب أخبار عن هذا الموضوع في الساعات اللي جاية. النهاردة 7 فبراير، بعد بكرة يوم الجمعة هيتم غلق باب القيد في الدوري التركي. يوم 9 فبراير الدوري التركي هيتقفل باب القيد فيه. فالكلام على أحمد عبد القادر ما يبقاش بعد يوم الجمعة، يعني ما جيش السبت اللي جاي وأنا بستعرض كده ترند الأهلي على الشاشة ألاقي إيه كلام برضو لسه على العرض التركي. القيد في تركيا هيقفل يوم الجمعة 9 فبراير. خشوا كده على الموقع الرسمي للفيفا هتلاقوا مواعيد القيد في الدول، خش على الأيقونة بتاعة تركيا هتلاقي مواعيد القيد بتنتهي يوم 9 فبراير، القيد الشتوي في انتقالات يناير. فهنشوف خلال الساعات اللي جاية هل هيتم الأمر ولا عبد القادر هيكمل مع الفريق. طيب حساب بطولات بيتكلموا على مباريات الأهلي في فبراير ما بين دوري الأبطال والدوري المصري. فبراير ناري في انتظار المارد الأحمر. الأهلي هيلعب مع شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الساعة 9 مساء في الجزائر. ماتش طلائع الجيش يوم 19 ده بنسبة كبيرة هيتأجل، مش هينفع يتلعب لأن الأهلي عنده مباراة بعدها بست أيام في غانا في كوماسي يوم 23 على فكرة، يعني موقع بطولات كاتب تاريخ غلط على فكرة، هو الماتش مش 24، الماتش يوم 23 فبراير في غانا. فبالتالي طالما في مباراتين خارج القاهرة في الجولة الرابعة والخامسة في دوري أبطال إفريقيا طبقا للائحة الأهلي ما ينفعش يلعب مباراة في وسط الأسبوع. طيب يرجع من ميدياما غالبا هيلعب مباراة مع بيراميدز في الدوري يوم 27 فبراير، لأن المباراة الثالثة الأخيرة أو السادسة في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال هتكون مع يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة يوم 2 مارس. ففي مساحة وقت من 24 فبراير ل 2 مارس، بنتكلم في حوالي 7-8 أيام، فهيبقى في مباراة بينهم في الدوري العام. نروح لليوم السابع، بيقولوا كولر يطمئن على جاهزية رضا سليم البدنية قبل موقعة بلوزداد. قدامكم على الشاشة طبعا شفتوا النهاردة معانا تدريبات الأهلي وكان متواجد فيها رضا سليم، الحمد لله شفي من الإصابة. لعب الماتش الودي ولا ما لعبش مش هنتكلم فيها، طالما الجهاز الفني ما أعلنش حاجة فأنا مش هتكلم عن تفاصيل مشاركة رضا سليم أو عدم مشاركته. طيب آخر حاجة معايا في ترند الأهلي، الوطن سبورت بيقولوا طلب عاجل من كولر لطبيب الأهلي بشأن أحمد نبيل كوكا، ما تطورات إصابته. كولر طلب من دكتور أحمد جبلة ضرورة تجهيز كوكا في أسرع وقت. كوكا يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي، اللاعب أمامه بالظبط 10 أيام للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومعنى كده أنه هو خارج قائمة الأهلي في مباراة شباب بلوزداد. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، رأيكم إيه في قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، وهل تتوقع نجاح الجهاز الفني مع منتخب مصر؟ إيهاب بيقول تحياتي ليك، شكرا ليك يا أستاذ إيهاب، نتمنى ليه النجاح مع ضبط الأعصاب والجهاز المعاون، علامة استفهام كبيرة عليه يجب تغييره. هننتظر ونشوف تشكيل الجهاز معاه، ونتمنى أنه هو يختار ناس تساعده على تحقيق طموحاته مع منتخب مصر. أحمد عبد الرحيم بيقول من حقه ياخد فرصته ولكن يجب التغيير في الجهاز الفني، وإن شاء الله نتمنى له النجاح، هو بيتكلم على الجهاز المعاون يعني. ماشي، عمرو بيقول إزيك، رأيي أن ده أحسن وقت نجرب فيه المدرب الوطني، ده رقم واحد. اتنين، كابتن حسام كان لازم ياخد الفرصة يعني من بدري. 3، أتوقع نجاحه بس بشرط عدم التدخل في عمله. آخر حاجة معايا بسرعة، كنت عايز أخد أكبر تعليقات، إبراهيم، أتوقع نجاح الكابتن حسام ولكن بشروط، عدم تدخل أي فرد من إدارة الاتحاد في عمله، ما تلاقوش ما بيتدخلوش، هم أصلا ما لهمش قرار. إتاحة وقت العمل مباريات ودية كتيرة للاحتكاك، فرض عقوبات مغلظة على من يخطئ ليكون عبرة لباقي الفريق، والعدل في اختيارات اللاعبين. يعني دي كانت أبرز تعليقات الناس اللي حاولت أخد فيها أكبر قدر ممكن عشان نسمع وجهة نظر الناس على اختيارات الكابتن حسام كمدير فني، وهل هينجح ولا لا قدر الله ممكن تكون في نتائج سلبية. نتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني وللجهاز الفني للمنتخب الوطني. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.